هنالك بعض السنائن أو بعض القضايا اللي تخرج عن سياقاتها التقليدية والأعراف العشائرية، لذلك مديرية شؤون العشائر بالتعاون مع زعماء وشيوخ العشائر في العراق تحاول تثبيت وتدعيم الجوانب الإيجابية وجعل العشيرة تمارس دور إيجابي في خدمة المجتمع. هذا اللي تعمل عليه وزارة الداخلية، أي وزارة الداخلية مع العشيرة حينما تكون العشيرة مصدر للأمن ومصدر لتدعيم القانون وإرساء أسس العدالة.